طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي رشيد الطوسي مدير فني الرجاء المغربي ونشوف قال ايه بعد احداث المباراه. برحب بكوتش رشيد طوسي، من فضلكم لو حد حابب يسأل سؤال يتفضل يرفع ايده. كوتش، قبل ما نبدأ بالأسئلة من فضلك كلمتك عن مباراة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. انتم كما شاهدتوا بان المباراة ما كانتش سهلة، احنا عارفين الصعوبة ديالها ضد فريق الاهلي اللي اكيد في ميدانه وبالجمهور ديالو دخل منذ الدقائق الاولى وكان هناك ضغط اكيد، والضغط يولد انفجار. انفجار ضرب جزاء، ضرب جزاء في اعتقادي لم تكن صحيحه بالرغم من الفار، ولكن هذيك ضربه الجزاء هي اللي شيء ما نرفزت اللاعبين. وحنا تكلمنا باش بقاو هادئين لان هذا فريق الاهلي واكيد بحال يضغط خصوصا في ربع ساعه الاولى، يعني 15 دقيقه الاولى. ف اكيد من بعد النرفزه كان هناك بعض الاخطاء، خصوصا وانه كان أربعة ديال المهاجمين منهم عبد القادر اللي دائما كان كيكون وراء المهاجمين يعني بشكل أربعة، وحنا بثلاث مدافعين، وأكيد ملي كيكون ما كانش واحد حراسة لاصقة لهاد اللاعبين في أي لحظة من اللحظات كيمكن يعني يقلب على العمق، يبحث على العمق، وعلى إثر هذا تسجل يعني في أظن بأن في العشر دقائق الأولى الهدف الثاني. من بعد واحد عدم التركيز أنا ما لاحظت في المباراة ديال اللاعب من اللاعبين، ولكن شفنا بانه من بعد ما غيرنا حتى المنظومه ديال اللعب سيستم ديال اللعب اكيد من اخراج واحد من قلب الدفاع وادخال لاعب وسط الميدان حصل هناك واحد التوازن، واكثر من هذا سيطره في وسط الميدان ولا تحكمنا يعني في مجريات المباراه. اظن بانه الهدف اللي سجلناه جاء في واحد الوقت مناسب يعني في الدقائق الاخيره من الشوط الاول، واكيد زاد حفزنا اكثر ودخلنا يعني بمعنويات على اساس احنا نضغطوا على الفريق الاهلي في الشوط الثاني، وفعلا داكشي اللي حصل. شاءت الاقدار ان تكون يعني زادت 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 الطين بله يعني بورقه حمراء اخرى، واكيد نشكل بالنسبه لنا صعوبه، ولكن هنا كنحيي بحراره كل اللاعبين لانهم كانت هناك قتاليه، كانت استماته ماشي بسهل باش تحافظ على هذه النتيجه ديال 2-1 اللي سجلنا خارج الميدان ديالنا، وخصوصا وانه كنهني كذلك الرجوع القوي ديال اللاعب زنيتي من بعد الاصابه ديالو لانه التقى ضربه جزاء، واظن بانه زاد حمستنا اكثر. فاكيد بانه تحت هذا الايقاع اللي كان ايقاع عالي جدا وكذلك الاقحام ديال بعض اللاعبين الذين لهم حس هجومي من طرف بيتسو موسيماني حتم عليا كذلك تاعنا باش نشوف يعني فين اصبحت يعني الثغرات، وتحتم لي بعض التغييرات باش نخلق ذاك التوازن خصوصا لاعبين بتسع لاعبين في الوسط. فاظن بان هذا الشيء كله ملي كتشوف دكه الاحتياط بالنسبه لي كلهم لاعبين شباب واللي دخلوا لاعبين شباب، وكنا في اخر دقيقه بقوسين تجي الاصابه ديال التعادل. اكيد بانه هناك حارس عملاق، حارس كبير، ولكن في نفس الوقت هذا هو يعني الشغل الشاغل باش نوليو من ناحيه ديال التهديف تولي عندنا شويه ديال الفعاليه. اظن بانك كنا فعالين في بعض فهاد الدقائق الاخيره، يمكن هذاك اللي كان هدف واضح كنا نسجلوه من طرف اللاعب الهبطي، وهذا لاعب شاب كذلك اللاعب شبون لانه بالايقاع حصر الارهاق خصوصا اللاعبين الاظهره الذين ابلوا البلاء حسن. ف انا كنهني اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي على الاستماته كما سبق ذكرت على اللاعب القتالي، واكيد بانه هذا الشوط انتصر فيه فريق الاهلي وينتظرهم شوط اخر ان شاء الله في الدار البيضاء، ونتيجه اعتبرها بالنسبه لنا في ظل المعطيات كلها هذه اللي شرحت لكم، اظن بالنسبه لي انا نتيجه اللي بالنسبه لنا غتخلينا باش عندنا امل كبير ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في الدار البيضاء امام جمهورنا امام الحماس ديال اللاعبين ديالنا ان شاء الله باش نمروا ان شاء الله في الشوط الثاني للدور المقبل. شكرا كوتش، تفضل. هما في سؤالك كاين الاجوبه، هما الاثنين، وحبدا بالاخير لانه فريق الاهلي لازم تحترمه، ولكن في نفس الوقت الهدف اللي سجلناه يعتبر بالنسبه لنا كنز لانه به يمكن ان شاء الله نضمنوا التاهل، لان ماشي بالسهل باش تسجل
يعني على فريق الاهلي خارج الميدان خصوصا ومن بعد ما كنا لاعبين غير 9 لاعبين او 10 لاعبين زائد حارس المرمى. واظن بانه هذا 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 انا كل مره العب هنا في مصر وفي اي فريق مصري دائما كنحس بان هناك احترام ديال الجمهور لكل الفرق اللي كتجي هنا، اكيد بانهم من حقهم يعني حتى يكونوا يعني عندهم انتماء لفريقهم كيشجعوا الفريق ديالهم، هذا حق معقول وحق يعني واجب. ولكن في نفس الوقت ملي قلتها في ندوه صحيح من قبل ملي كيشوفوا فريق بانه يعني كيلعب كره جميله، وحنا في بعض اللحظات يعني مرينا بجمل تكتيكيه اللي في المستوى اكيد بانه الجمهور استحسنا، ولكن اكيد بانه يحاول يحفز اللاعبين ديالهم باش يرجعوا في المباراه وهذا ما كان. شكرا. انا افصل وسبق ان فسرتها بان النرفزه اللي كانت مبالغ فيها اثناء يعني الـ يعني الـ نقول لك التحفظ او عدم قبول ضرب الجزاء، لانه اللاعب اللي ضرب الجزاء يعني بالحرف تكلم معايا وقال لي انا الكره ضربت في رجلي مش في يدي، يعني كان متاكد واكيد بان الفار له شكل اخر. ولكن هناك انا اعتبر من حكم الوسط اظن بانه حتى بتصرفاته اثر اللاعبين ونرفزهم شيئا ما في اوراق الصفراء، واظن هاد النرفزه هي اللي خص يقلوا منها بعض اللاعبين حتى ما يكونش تاهوا في الاخطاء، فاكيد بالنرفزه كتاثر لك على المردود ديالك وعلى المهمه المنوطه بك، واكيد ما كيوليو اخطاء وسبق وكانت اخطاء دفاعيه اللي سجل بها الهدف الثاني، ولكن من بعد ولات هناك يعني توازن وكان هناك شراسه وكانت هناك يعني علما بانه في كل اطوار المباراه الفريق الاهلي اصبح دائما فريق عنده لاعب اضافي اكثر منا، اكيد الفريق الاهلي وبلاعب اضافي يعني وتحافظ على النتيجه، فهذا بالنسبه لي دفاعيا كمنظومه شيء جد مهم بالنسبه لي. وشكرا على الحفاوه ديال الاستقبال. اخر سؤال الكوتش رشيد توصي تفضل. فالحين اكيد بان ناخذوا دروس من هذه المباراه، اكيد مباراه الاياب امام جمهورنا كذلك وحنا كنعرفوه في ملعب يعني المركب محمد الخامس، هو مركب يمكن عنده في 10 مرات جمهورنا يمكن يكون عنده اضافه، احنا شفنا بالنسبه لنا يعني اكيد حماس الجمهور ديال الاهلي، ولكن حنا لاعبين امام جمهور ديال الرجاء تيكونوا يعني بحال اللي كيوليو تيربو، عرفتوا تيربو السيارات تيربو يعني كيولي، فاكيد بانه وحنا كذلك لازم نستخلصوا دروس من هذه المباراه، شنو هي الاخطاء اللي ارتكبنا، شنو الامور اللي كانت بالنسبه لنا ايجابيه، اظن هناك امور كانت سلبيه وامور ايجابيه وناخذ منها عبره ان شاء الله. شكرا. رشيد توصي مدير فني الرجاء، شكرا.